ولا تجسسوا
يأكل الأماكن ميتا فكرهتموه.
الحمد لله وحسن بالدرجات التي عدله والفضيله وما امرا بدا فيه بنفسه وسنى بالملائكه بالقدس ولجز بالمؤمنين من جنه وانسه وقال تشريفا لتنبيهه وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو على نزل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا وفي روايه ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئه صلى عليه مئه صلى الله عليه بها الفا ومن صلى عليه الفا ساهمت كتفه كتفي على باب الجنه فعليكم بالفعل من الصلاه مع النبي شطا تجد ذلك عند الله هو خيرا وعظم اجرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما اقتضى ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفاء الراشدين الهادين المهتدين الصديق الاكبر سيدنا ابي بكر بن الانوار وعلى ارتلاج اهل الجنه الهاتف بالصواب شهيد المرام ابي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منطق الاول ابن الرحمن ابي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن منطق الاول ابن الرحمن ابي حفص ابي حفص بيت بني غالب ابي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن موقف الاول كبير الرحمن ابي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينه العلم ليس بني غالب ابي لنا علي بن ابي طالب وعن السته الباقيه لا زالت الى العلا راحيه اللهم انصر مهديهم وانصر من نصر الدين واغسل من خذل المسلمين ودمر قاعده الدين واجعل اولادهم واموالهم وزرائعهم غنيمه للمسلمين وكن بالسلامه والعافيه لعبادك المؤمنين ونجنا من كل بلاء ولمن وبلاء وتعاون وزنا ووباء واحفظ من جميع ذلك بلدنا خاصه وبلاد المسلمين عامه اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفعنا الجهد والجوع والرعاية واكشف عنا من البلايا من لا يكسبه غيره اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله قد يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولم يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد رسول الله
أيام الثلاثة يا الفلاح قد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسر الطريق عن الذكرى ويذكر من يخشى إنه المسيح نار الكبرى ثم لا يم فيها الحياة الآخرة خير وتقى
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ربنا يا خالقنا وإن قلت إلى ذلك كل ذلك